عند العودة إلى نشأة الكثير من الرياضات القتالية كالتايكواندو، نجد أن غالبيتها انبثقت من حاجة البشر للدفاع عن النفس نظراً لظروف الحياة أو البيئة أو الحروب المتكررة. ولكن مع مرور الزمن اقتصرت هذه الرياضات إلى حد كبير على الذكور، إلا أن الزمن نفسه أيضاً كان كفيلاً بكسر هذه الصورة النمطية. وأكبر مثال على ذلك جوليانا الصادق. جوليانا أصبحت أول أردنية وعربية تحتل المركز الأول عالمياً في التايكواندو، حيث أصدر الاتحاد العالمي للتايكواندو البارحة التصنيف الدولي عن شهر يناير كانون الثاني الحالي، واعتلت الصادق صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كيلوغراماً، كما حلت في المركز الثاني في التصنيف الأولمبي في الوزن نفسه، وفي المركز الأول في التصنيف الأوزان العالمية. هذا الإنجاز ليس الوحيد لجوليانا، بل سبق وأحرزت إنجازاً تاريخياً غير مسبوق رفقة المنتخب الأردني للتايكواندو بتحقيقها الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كيلوغراماً في بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو بالرياض، والتي جمعت أفضل 16 لاعباً ولاعبة مصنفين من كل وزن. وفي عام 2018 حصلت جوليانا على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، ما جعلها أول عربية تفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا. التايكواندو طبعاً مشاهدين هو فن قتالي كوري بالأصل، يتميز بتقنيات اللكم والركل مع التركيز على الركلات بارتفاع الرأس والقفز والركلات الدوارة وتقنيات الركل السريع بلا أي أسلحة. الترجمة الحرفية للتايكواندو هي تاي أي القدم، وكوان تعني قبضة اليد، أما دو فهي الطريقة، وهو ما يعني بالنهاية تسديد الركلات واللكمات. ومنذ عام 2009 اعتمد الاتحاد العالمي للتايكواندو نظام التصنيف الذي يهدف إلى جعل مسابقات التايكواندو أكثر إثارة لكل من العامة ووسائل الإعلام، حيث تقوم اللجنة بتقييم بطولة معتمدة في غضون شهر واحد بعد الانتهاء من الحدث، وتبقى النقاط لمدة سنتين. أما الآن مشاهدينا تنضم إلينا عبر سكايب من عمان بطلة التايكواندو الأردنية جوليانا الصادق. جوليانا أهلا ومرحبا بك في تريندينغ، وألف مبروك أولا على الإنجاز الجميل. جوليانا حدثينا أكثر، ماذا يعني لك هذا التصنيف؟ أول إشي مساء الخير والله يبارك فيكي، وكل سنة والجميع سالم إن شاء الله، يعني سنة خير تكون علينا جميعا. صراحة هذا الإنجاز يعني كثير فخورة فيه، لأنه ما إجا من فراغ، إجا من وراء تعب كثير ومن خلال يعني سنين طويلة، مش مجرد يعني بطولات إنه يوم واحد وخلص إنه التصنيف بتغير، لا هي مرحلة مستمرة في التصنيف العالمي الدولي التابع للاتحاد الدولي. فيعني كان من خلال إنجازات كبيرة الحمد لله قدرت أني كمان أحققها، وانتهى العام أنه قدرت أنه أتربع على اللي هو التصنيف العالمي. طيب جوليانا، من كان الملهم والمشجع لك؟ يعني حسب ما أعرف أنه أنت لست الوحيدة في العائلة التي تمارس التايكواندو، هذا صحيح؟ نعم صحيح، هلا عائلتي كلها عائلة رياضية، وأكيد بابا هو المدرب الأول لإلي ولأخواني برضه، فأكيد بوجه لهم التحية وبوجه لوالدي التحية إنه هو كان المدرب الأساسي لإلي والداعم يعني الخرافي نعتبر بالنسبة لإلي. فالحمد لله إنه لولا متابعتهم لإلي ومن أنا وصغيرة يعني كان ما قدرت أوصل لهاي المراحل، وحتى لتشجيعهم إلي كمان أعطاني هذا الحافز أني طيب أكمل بالرياضة. طيب جوليانا، أنت أول امرأة عربية أردنية تصل إلى هذا التصنيف، ولكن يعني هل تنصحين النساء أيضا باتخاذ الرياضة أو الرياضات القتالية حصرا كمسيرة أو كمهنة في يعني للمستقبل من تجربتك؟ نعم صحيح، يعني أكيد صراحة ما بندم ابدا على ممارستي لرياضه التايكوندو، بالعكس يعني لو يرجع في الزمن اكثر من مره برجع بختار اني اكون لاعبه محترفه بلعب رياضه التايكوندو انه يعني طول عمري.
طيب وما هي خطتك للمستقبل؟ يعني هل تنوين يعني أن تكملي بهذا الطريق؟ هل هناك أي أهداف في بالك؟ هلا اكيد اي لاعب رياضي يعني حلمه انه هو يوصل للاولمبياد، فان شاء الله انا وصلت لاولمبياد طوكيو، وان شاء الله بطمح انه اوصل للتاهيل المباشر لاولمبياد 2024 اللي هي باريس، وان شاء الله انه اقدر احقق فيها ميداليه اولمبيه. طيب آخر سؤال، هل كانت رحلة الوصول إلى هذا التصنيف صعبة؟ هل كان هناك أي تحديات يعني واجهتك؟ أكيد واجهتني كتير تحديات خلال مسيرتي الرياضية، يعني كنت ممكن أنه أوقف مسيرتي الرياضية. بدي أحكي يعني زي يعني على السريع هيك، كان في عندي 2016 و2017 كان يعني عام بالنسبة لي كتير صعب، كان ممكن وقتها أنهي مسيرتي الرياضية. كان في عندي هيك شوية مشاكل مع مدربين معينين، بس وقت ما عينوا كوتش فارس مدرب إلنا ومدير فني للمنتخبات الوطنية، بتذكر إني كثير انبسطت وقتها، لأنه عرفت إنه هذا الشخص يعني ما بترك من إيده أي موهبة رياضية. نعم فوقتها كثير انبسطت وأعطاني حافز كثير كبير إنه أنا يعني أرجع أتمرن يعني بشغف. جميل فالحمد لله انه هذا يعني هاي من التحديات اللي واجهتها، والحمد لله انه يعني نحن فخورين كثير في مدرب عربي اردني، يعني دائما اصلا بيجيه عروض خارجيه، فنحن نعم عندنا كنز لرياضه التايكوندو للرياضه الاردنيه. جوليانا، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في تريندينغ اليوم. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينغ. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.